كيف سيتعامل الرئيس الأمريكي مع العالم العربي والإسلامي؟ سؤال يعني بيطرحه عدد كبير جدا من المحللين والمراقبين. هل سيتعامل كما تعامل باراك أوباما؟ هذه هي الزيارة الأولى، أيضا سوف تكون المحطة التالية للرئيس الأمريكي إلى إسرائيل وبعدها إلى روما. هل سيتوجه بخطاب للعالم الإسلامي؟ فكرة الحوار كمان ما بين أتباع الأديان المختلفة لمواجهة الإرهاب فكرة مطروحة. فنتكلم على عدد كبير جدا من الزعماء في العالم العربي والإسلامي سوف يشاركون في هذه القمة. بالأمس المملكة العربية السعودية دشنت موقع على الإنترنت تحت عنوان يعني العزم يجمعنا ما بين الرئيس الأمريكي والقادة الخليجيين والعرب. معنا الآن على الهواء مباشرة سعادة السفير حسين هريدي، على الهواء مباشرة. صباح الخيرات سعادة السفير. صباح الخير يا فندم. يعني واحنا بنتكلم مع حضرتك على الهواء الان، يعني طائره الرئيس الامريكي بتحل على او تصل الى المملكه العربيه السعوديه الرياض مع بدء انطلاقه القمه العربيه الاسلاميه الامريكيه. كيف تنظر الى هذه القمه واهم القضايا او الاولويات التي سوف تطرح في هذه القمه العربيه الاسلاميه الامريكيه؟ هي قمة غير مسبوقة، قمة البعض بيصفها بأنها قمة تاريخية. لأول مرة في تاريخ العلاقات الأمريكية العربية والعلاقات الأمريكية الإسلامية يبقى في مثل هذا اللقاء بين كل هذه الدول والولايات المتحدة الأمريكية. وهذه القمة بالإضافة أنها قمة غير مسبوقة، قمة تاريخية، الظروف اللي بتنعقد فيها من وجهة النظر العربية والإسلامية ظروف دقيقة للغاية، حرجة للغاية. ولهذا الكل يأمل أن تتمخض هذه القمة عن استراتيجية متفق عليها بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية والإسلامية بالنسبة للتعامل مع كافة التحديات والتهديدات اللي بتواجه ليس فقط العالمين العربي والإسلامي وإنما بتواجه العالم كله. لعل في مقدمتها الإرهاب والأساليب الفعالة لمحاربته والقضاء عليه. وعندما نتحدث عن الإرهاب نتحدث في نفس الوقت عن الفكر التكفيري أو الفكر المتطرف، وكيف يمكن للعالم وخصوصا للدول العربية والإسلامية أن هي تحد من تأثير هذا الفكر المنحرف على عقول الشباب. طب سعادة السفير، في هذه النقطة تحديدا مواجهة الإرهاب ووضع استراتيجية لمواجهة تنظيم داعش، ما المطلوب عربيا وإسلاميا وما المطلوب أمريكيا؟ يعني ما المطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الملف، وأيضا من الجانب العربي والإسلامي ما المطلوب أن يقدمه العالم العربي والإسلامي لمواجهة الإرهاب؟ المطلوب من العالم العربي والعالم الإسلامي في تقديري أن يبقى في رؤية موحدة بالنسبة لتعريف الجماعات الإرهابية، ويبقى في اتفاق، لن أقول اتفاقا ملزما وإنما ميثاق بين الدول العربية والدول الإسلامية إن ما من دولة تستخدم الجماعات الإرهابية وتوظفها سياسيا لتحقيق أغراض تتعلق بسياستها الخارجية. أحد نقاط الضعف في القمة اللي هتعقد في الرياض اليوم، ويجب أن نقر بهذا، إن في دول من الجانب العربي ودول من الجانب الإسلامي تذهب إلى هذه القمة ومعلنة إنها ستكافح الإرهاب، وإنما في نفس الوقت نحن نعلم جميعا إن هي من أكبر المؤيدين ومن أكبر الممولين لجماعات إرهابية وخصوصا الجماعات التي انبثقت عن تنظيم القاعدة. طب ما ده في حد ذاته يا فندم تناقض برضو يا فندم، ده تناقض كبير. ما هو ده أحد يعني اللي ممكن نقوله. طبعا ممكن المرء يتحدث ويتناول هذه القمة من محاور عدة، لكن من المحاور المهمة من وجهة نظرنا احنا في مصر هو ان الولايات المتحدة الامريكية بطرف واحد يذهب الى هذه القمة ولديه رؤيته الخاصة به ولديه مصالحه الذي يتطلع للدفاع عنها في إعادة تشكيل المنطقة. أما إذا نظرنا إلى الطرف الآخر اللي هو العربي والطرف الثالث اللي هو الطرف الإسلامي، هذه الأطراف تذهب إلى هذه القمة
ولا نستطيع في اللحظة الراهنة أن نقول إنها تذهب برؤية موحدة. ودوت علامة الاستفهام الكبرى على فاعلية هذا المؤتمر هذه القمة. لكن دعنا نأمل الأمثل والأفضل، وإنه الدول العربية والدول الإسلامية هتطوي صفحة الماضي، وإن الكل بدون استثناء هيوقف التوظيف والتعامل مع الجماعات الإرهابية. وأول امتحان أول اختبار بعد هذه القمة هو كيف سيتم التعامل مع الوضع في سوريا، وكيف سيتم ثانية الوضع كيف سيتم التعامل ثانية مع الوضع في ليبيا. لأن كما نعلم أن هناك دول عربية تقوم بتمويل الجماعات الإرهابية في سوريا بهدف قلب النظام السوري. طب ما هو ده السؤال يا فندم، ده السؤال اللي حضرتك ذكرته، النقطة المهمة جدا حضرتك حطيت ايدينا عليها، انه في بعض الاطراف العربية بتدعم الارهاب او حتى غير متفقة على مسمى الارهاب في بعض الدول بشكل قوي جدا، ده هيضعف الموقف العربي في وضع استراتيجية لمواجهة الارهاب. طيب ما بعد هذه القمة، يعني ايه اللي ممكن ان تؤسسه هذه القمة لان يكون هناك رؤية واحدة للجماعات الإرهابية في كل بلد من البلاد، في سوريا مثلا على سبيل المثال أو في ليبيا أو في غيرها؟ هل ممكن هذه القمة وهذا اللقاء المباشر ما بين الرئيس الأمريكي والقادة اللي هيكونوا موجودين في العالم الإسلامي من العالم الإسلامي والعربي، إنه يبقى في توحيد للمصطلح للمفاهيم وللسياسات كمان تجاه هذه الجماعات الإرهابية، ولا ما بعد القمة هيكون زي ما قبل القمة دول وأطراف تساند جماعات إرهابية في المنطقة؟ هو لو تسمح لي أزود هنا حاجة سيادة السفير، هناك أليس هناك أعتقد تعريف دولي للإرهاب، فربما هنا يكون الموضوع إلى حد كبير برضو مستحيل أو صعب نقدر نقول. تفضل يا فندم. صباح الخير يا هوان. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. القمة العربية الإسلامية الأمريكية سيسبقها قمة أمريكية خليجية، وأعتقد إن نجاح القمة العربية الإسلامية الأمريكية هيتوقف لحد كبير على مدى قدرة الرئيس الأمريكي إقناع جميع، وأحط سطر تحت، جميع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، إن مجلس التعاون الخليجي يبقى عنده سياسة واحدة في التعامل مع كافة الجماعات الإرهابية. كذلك حديث الرئيس الأمريكي مع الرئيس التركي، كما تعلمون الرئيس التركي كان في البيت الابيض منذ بضعه ايام، واعلن ان هو سيحارب الارهاب وانه سيحارب داعش. فنامل ان ايضا ان الرئيس الامريكي يقنعه انه هو يحول كلماته واقواله الى افعال واعمال. بس اسمحوا لي واحنا بنتكلم على القمه العربيه الاسلاميه الامريكيه، ان احنا لا ننسى امرا في تقديري يجب ان ناخذه في الاعتبار عند الحديث عن مدى فاعلية هذه القمة على المدى المتوسط والطويل. وهذه النقطة تتعلق بالمتاعب الداخلية السياسية الداخلية التي واجهها الرئيس دونالد ترامب في واشنطن. وبالتالي أتمنى عندما نتصدى بالتحليل ومحاولة لاستشراف المستقبل العلاقات الأمريكية من العربية الإسلامية من ناحية أخرى، إن إحنا نضع في الاعتبار إنه الوضع السياسي للبيت الأبيض في واشنطن يعني اليوم لا يتسم بالاستقرار. لكن ما نأمله إن الاستراتيجية، إذا كان في استراتيجية هيتم الاتفاق عليها في إطار هذه القمة، تكون استراتيجية ملزمة على المدى المتوسط والبعيد المدى للجميع، للولايات المتحدة الأمريكية وللدول العربية والدول الإسلامية. تمام. لكن دعونا نأمل احنا دايما بنأمل خيرا جراء يعني او من اي قمم بتعقد، ولكن احنا هنا نقدر نقول برضو في نسبة تفاؤل كبيرة ان شاء الله فعلا تصفر هذه القمة عن جديد على ارض الواقع كمان يكون مطبق. نشكرك جدا سيادة السفير حسين هريدي.